برنامج سعودي ايدل لاكتشاف المواهب الغنائيه في السعوديه واللي يعرض على قناه ام بي سي 1. مراسل البرنامج في الرياض انس بن عجب غطى كواليس البرنامج واجرى لقاءات مع اعضاء من لجنه تحكيم سعودي ايدل عن اهتماماتهم ومتابعتهم للاحداث الرياضيه التي تستضيفها السعوديه والدوري السعودي. الحقيقه زميلنا انس يعني عمل حاجه خارج العلبه، عادة يعني التغطيات الفنية محدودة عندنا في البرنامج، لكن خلينا ناخذها من زاوية مختلفة، خلينا نشوف. كيف تشوفين الأحداث الرياضية اللي صايرة في الرياض؟ رائعة، متطورة، عم تسابق حالها، تتسابق باسمها نفسها. طيب وش تشجعين أنت؟ هلال، نصر، اتحاد؟ هلال طبعاً، أنا معروفة هلالية. هلالية؟ هلالية قديمة. أول شيء أهلا بأكشن مع وليد وأهلا بالفريق كامل. يعني أنا فخور جدا بكمية المناسبات الرياضية الكبيرة اللي قاعدة السعودية تستضيفها، وهذا شيء صراحة يعني كلنا نفخر فيه، وكأس العالم للأندية أعتقد برضه قريب وصار يعني في السعودية، وغير من المناسبات الرياضية الكبيرة في مختلف المجالات. فأنا فخور جدا من هذا البلد اللي قاعد يستضيف كل هذه المناسبات العملاقة الرياضية وغير الرياضية. طيب بستغل وجودك وشوف، كنت وش تشجع من الأندية؟ شجع السعودية. طيب أندية؟ أكيد أنا زعيم، زعيم يا أخي، زعيم ثاني العالم أنا، وش فيك؟ أول شيء تحياتي لحبيب قلبي إعلامينا الكبير وليد الفراج وكل ضيوف الرائعين اللي دائما يكونوا متواجدين معاه. ميولي لازم لا تقول ليش تشجع المنتخب السعودي. والله العظيم كنت أقول المنتخب السعودي. المنتخب السعودي والمنتخب المغربي لما لعب في كأس العالم، المنتخب العراقي اللي حقق بطولة كأس الخليج. يعني أنا مع اللعب الجميل بصراحة. كل الشكر طبعا لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو سيدي رئيس وزراء الأمير محمد بن سلمان، الله يطول بعمره ويحفظه. هذه النقلة بصراحة نقلة كبيرة، مو بس للرياضة السعودية، للرياضة العربية وحتى للعالمية. وإحنا اليوم نشوف هذه النقلة مش بس في الرياضة، بكل معالم حياتنا ولله الحمد. والله عاد أبو بدر حبيب قلبي، وأكشن دائما أكشن، واليوم إحنا ليلة حلقتنا كان فيها فعلا أكشن. أنفع فعلا مذيع أكون، أنفع فعلا مذيع أكون. لازم نستغل وجودك وتعلمنا وش ميولك. لا، ميولي فنية طبعا بحتة، والكرة كلها فن عشان أهرب. طيب والنادي، أي نادي طيب تشوفه مبدع؟ نادي حبايبي، كل النوادي السعودية بالذات. كيف تشوف النوادي في آسيا زي الهلال في آسيا؟ اللي قاعد أشوف العالم كله الآن ما شاء الله قاعد يشوف، وهذا شيء طيب جدا أن نوادينا المحلية الآن صارت تتابع عالميا، وأتمنى إن شاء الله دائما إلى الأمام يا رب. وسلامي لأبو بدر عفيف قلبي السمين. شكرا. غلا وغلا حبيبي، شكرا للجميع. بس أظن أصيل أظن نصراوي إذا ما لي بغلطان، أظن يشجع نادي النصر.